انا من السكان الاولين ديال الدار البيضاء. جدودي كانوا كيحرطوا الرمله ديال الكورنيش وعين ديال في 1900. الارض دايرين ليها نزع ملكيه تقريبا 1500 هكتار فيها انفا وعين ديال. بالله عليكم عندي 1500 هكتار وعايش في الزنقه. واش حنا عندنا 1500 هكتار ويعطيونا ارض فيها 80 متر؟ والارض 1500 هكتار الا درنا لها واحد جوج اربعه المليون متر راه كتجي 60000 مليار. من حقنا انا النص ديالو باغي نعطيه للشعب. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا على هاد الارض تنموت عليها جدودنا علمونا نموت على ولادنا ولا على بلادنا. انا اليوم وثاني كنبان صوت وصوره. انا بوسرحان محمد الدودي المديوني. اليوم جيت نعبر لكم على داكشي اللي في قلبي، داكشي اللي كيضرني. انا عندنا الارض في 1500 هكتار. انا من السكان الاولين ديال الدار البيضاء. جدودي كانوا كيحرطوا الرمله ديال الكورنيش وعين ديال في 1900. ولكن هاد الارض هادي حنا ما عندنا فيها والو دابا، ما شادينها ما كنستافدوا منها ما والو، ونزع الملكيه ما معوضين فيه ما والو. وانا شحال وانا كنغوت في هاد الملف هذا، لان الارض دايرين ليها نزع ملكيه تقريبا 1500 هكتار فيها انفا وعين دياب. دابا احبابي انا اليوم بغيت جيت عندكم باش تعاونوني، كنطلب منكم تعاونوني، لان هاد الارض هادي من 2003 وانا كنتقاتل عليها. كاينين ناس اللي شادين دابا ساكنين فيها، فيها وزراء، فيها برلمانيين، فيها مستشارين. وانا هاد الارض هادي انا كنشوف فيها هي كتفوت وكتباع وما كنستافد منها ما والو. وحارس ليلي، انا المهنه ديالي حارس ليلي. كيف يعقل حارس ليلي عنده 1500 هكتار وعيش في الزنقة نشط جلالة الملك، وكان عاود نشط جلالة الملك يوقف معايا في هذه القضية ديال الأرض ديالنا. هيا أرض دابا كاينة في عين دياب كتباع. أنا جاتني خبر بأن كاينة أرض في عين دياب تباعت وزوروا لها الوراق ديالها وهي في اسمنا حنا. وهي كاين فيديوهات ديال الناس اللي باعوهم وفضحوهم، وكاين اراضي اخرى باقا حداها، يعني جاي جوار ديال ديك الارض باقا ما تباعش وباغين حاطين عليها العين. دابا انا كناشد المجتمع الدولي والراي العام يوقف معايا ويوجهني قبل ما شي واحد يلعب ليا في راسي. هادي ارض ديال جدنا، عدو التيتر مار على سميتو في الكاداستر، كان كيحرط الرمله ديال الكورنيش وعين ديال في 1900. والديا زايدين في الدوليز
في 1924 كاينين الخواتات ديالهم اللي تزايد في 1922 في الدوليز. هذاك الدوليز راه كنا كنحرطوه حنايا غير مؤخرا حتى الثمانينات كنا كنحرطوه حنا داك الدوليز، وناس اخرين ساكنين فيه وحنا كنموتوا ماشي حرام. بالله عليكم عندي 1500 هكتار وعايش في الزنقة، عايش في الشريع. وقفوا معايا احبابي وعاونوني، وقفوا معايا. انا كلشي كيقول لك سير دير محامي ورفع دعوة. انا ملي كنبغي نمشي ندير محامي، المحامي كيطلب لي 6 المليون قال لك باش نفتحوا الميف. انا كون عندي 6 المليون كاع ما نجي نوقف انا نقلب على هاد الارض هادي، وكيتصرفوا فيها وكيفوتوا فيها وما عنديش منين ندوز ليها. وهما الناس دابا هما ساكنين فيها، ساكنين فيها كاين فيلا، كاين الفيلا ديال 2000 متر وحنا كنموتوا، ونزع الملكيه فيها 1500 هكتار داخل فيها، داخلين فيها مشاريع كبيره من 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 العنق، من الضريح، من العنق حتى الضريح سيدي عبد الرحمن. فيها العنق، المركب ديال العنق، فيها الهجاجمه، وحنا راه هما السكان الاولين ديال الهجاجمه هنايا في الدار البيضاء. حنا هما السكان الاصليون ديال الهجاجمه ديال 1898 في عهد الحسن الاول. وانا احبابي انا كنشوف هاد الارض هادي كتضيع، 1500 هكتار في انفا وعين دياب. هاديك الارض راه ديال جدي اللي محطوط فيها المركب. اذا خديتو هاديك الارض باش ديرو فيها مركب ما معوضينش حنايا. وانا كنناشد جلالة الملك وقف معايا واعطيني حقي. انا شحال وانا كنناشد جلالة الملك من 2004 من 2005 الناس جاو قالوا لنا ها المحامي كتب ديالنا، المحامي كتب ديالنا هو ولا زيبا. هذوك المشاريع اللي كاينه راه كاينه 13 قطار في هذاك التيتر فيه من. وانا عباد الله انا حارس ليلي، كنا ساكنين في ديك الارض، كنا في الدوليز، كنا كنحرسوها. كنجي المخزن كيقول لك هاد البلاصه ما تبقاوش تحرسوها، راه غادي نديرو فيها اداره، غنديرو فيها مدرسه، غنديرو جامع، ما كاين مشكل كنتحاولوا. ولكن بقى المعمار كيعمر علينا، كيعمر حتى بقات عندنا واحد تقريبا واحد 1000 متر فين بقات جده، فين كنا ساكنين مع جده. جا واحد الوقت حولونا في 2007 2007 هزونا من الدوليز وحطونا في كريان مسعودي. احنا ما استفدنا لا من الدوليز ولا من كريان مسعودي، عطاونا ديور ديال 80 متر. واش حنا عندنا 1500 هكتار وعطاونا ارض فيها 80 متر؟ ومع ذلك جاو حولوا، جاو ريبوا كريان مسعودي وما استفدنا والو. احنا في الزنقه، اش من حق في هاد البلاد هادي؟ ياك بلاد الحق والقانون. وانا كنعاود دائما نطلب من الراي العام والمجتمع الدولي يوقف معايا. انا راه ما يمكنش ليا نخلي 1500 هكتار ناس عايشين فيها كيقريو ولادهم برا، عايشين مزيان، الطوموبيل 8 طوموبيلات، وانا كندور الصباط ما لقيتوش صباط، ما عنديش. اش من حق في هاد البلاد هادي؟ هذيك السيدة أنا ما كنعرفهاش، أنا تشتها في الفيديو كتقول بأن فاميلتها باعوا واحد الأرض تما ديال شي ناس قدام هنا في الدار البيضاء، هما السكان الأصليون. ولكن السكان الأصليون راهم وحنا، هذيك الدار، هذيك الأرض راه ديالنا حنا اللي مشاو باعوا، زوروا لها الأوراق. قالوا لك كتقول هي كتعترف بأنهم زوروا الأوراق ها، ومشاو داروا 12 شهاد وخذوا ورقة من العمالة. وأنا نهار مشيت للعمالة وطلعت لقسم التعمير قالوا لي سير جيب ورقه شهاده ملكيه ونعطيكم نعطيكم الارض ديالكم. مشيت عند المحافظ طلبت منه شهاده ملكيه، قال لي لا، سير جيب لنا تسليم من عند الاملاك المخزنيه. مشيت عند الاملاك المخزنيه طلبت منهم التسليم، قال لك ما يمكنش، هاد التيتر اللي قلتي لنا 9421 سين ها هو عندنا، ولكن كنعطيو تسليم غير الاداره. شي واحد بغى، شي اداره بغات تاخذ الارض ودير فيها مشروع ديالها ديال مدرسه ولا كوميساريه ولا مقاطعة ولا محكمة، كنعطيو التسليم. ولكن باش يجي سيفيل واحد من برا ونعطيو التسليم، هذيك الارض راه داخل الاملاك المخزنيه. وانا هاد الاملاك المخزنيه كيفاش انا غناخذ من عندها الارض ديالي؟ كيفاش غناخذ الارض ديالنا منها؟ هو تيتر مير، عندنا تيتر مير 9421 سين على سميت جدنا في الكاداستر.
كي غندوز كي غندوز انا تناخذها ملي كنمشي نبغي ندير محامي كيقولوا لي المحامي كنمشي عنده كيقول لي وهذا الميف خاصو 10 مليون تسبقوا لنا باش نحلوا الميف ديالكم. وانا كنطلب من الناس اللي يسمعوا هذا الفيديو هذا يعاونوني يساعدوني او يرشدوني او يوجهوني، لان راه ما عندناش 10 مليون ولا لا حول ولا قوه لهم. هما كاين اللي باقي عايش في الزنقه، كاين اللي باقي عايش عنده عائلته، هزونا من العرض ديالنا وحطونا في كريان مسعودي وتفوتت العرض او ما عرفتش شنو داروا ديك العرض وهمشونا ريبونا الديور ديالنا. والعرض 1500 هكتار اللي درنا لها واحد جوج 4 مليون المترو راه كتجي 60000 مليار، 60000 مليار. واش بالله عليكم عندي 60000 مليار انا وعايش في الزنقه عايش في الشارع؟ هذا حق شرعي ديالنا ديال ولا ديال جدودنا، من حقنا من حقنا. انا النص ديالو باغي نعطيه للشعب، باغي نعطيه للمغاربه ونعيش بالنص، ولكن باش يديو وزراء ويديو برلمانيين ويديو مستشارين وانا كنموت. لا حق هذاش من حق في هذه البلاد هذه. انا كنطلب من جلاله الملك المجتمع الدولي يعطينا حقنا ويوجهني قبل ما شي واحد يلعب لي في راسي. انا عييت، انا عييت احبابي. انا من 2004 وانا كنتقاتل في هذا الميف هذا. كيف يعقل عندي 1500 هكتار وكنبيع كعيش في الشارع؟ عايش في الشارع، عايش مهمش. بالله عليكم انا المراه عندي زحافه ما عندهاش رجلين وما كاينش اللي يوقف معايا، عندي 60 عام. اش غندير انا دابا بالفلوس؟ ما عندي ما ندير بهم. عطوني الفلوس اللي كانت عندي 40 عام ونعيش بها ودفعنا على الارض حتى جاو ما خدوها. 100 عام وحنا في هاد الارض، لكن 120 عام وحنا في هاد الارض حاضينها وكنزرعوها وناكلوا منها وساحليه. وشدي شاري في الملكيه ساحل ولاد مسعود. بالله عليكم المغاربه عندي 1500 هكتار ونعيش مشرد بحال هكا؟ اش من حق هذا؟ عندي 60 عام، اش باغي انا دابا بالفلوس؟ اش باغي بيهم؟ عندي المرأة زحافة ما كتمشيش، حيدوا لها هي، حيدوا لها الدار ديال امها لان واخد بنت خالتي انا والورد ديال الوالدة. حيدوا لها الدار ديالها في كاريا المسعودي وخادوها فرقوها بعضياتهم ماشي حرام. اش من حق هذا؟ بالحقرة كنحق، نحس بالحقرة، كنحس بالاستبداد، كنحس بالقمع. ما بقاش عندي انا الوجه باش ندوز انا في ديك الارض. كان مرض انا شهرين وانا طايح دابا. شكون اللي عرفني؟ شكون اللي عرفكم من المحسنين اللي خدام عندهم انا في الزنقه؟ هما اللي معاونيني، هما اللي هازيني. شكون حتى شي مساعده ما كناخذها؟ وما عندي لا تغطيه صحيه لا لا تريد لا والو. فين غادي نمشي يا احبابي؟ فين؟ اش غادي نمشي ندير انا؟ نمشي نتعهر؟ بالله عليكم عندي انا 1500 هكتار ومن السكان الاصليون ديال الدار البيضاء. بقينا محتفظين على الارض، جدودي محتفظين على الارض والوالدين محتفظين على الارض وانا بقيت محتفظ على الارض حتى جاهم الدواء. حاربوا الاستعمار، حاربنا الاستعمار، حاربنا الاستعمار. وانا ناشد كاع جميع الناس وجميع احبابي كلهم كيعرفوني، احبابي راه كلشي كيعرفني. انا شحال ما نحت هادي، شحال هادي ما نحت شي فيديو، ولكن اش كنقول؟ وليت خايف على راسي وخايف على بلادي وخايف على الوطن، ولكن شكون يدها فيا؟ شكون يسمعني يا احبابي؟ راه حتى واحد ما سمعني. راني كنموت احبابي، راني كنموت، راني مريض. وقفوا معايا احبابي وجهوني. واش بالله عليكم عندي 1500 هكتار وعايش في الزنقه ومستشارين وبرلمانيين كيعيشوا منا كيقربها بولادهم وملبسين ولادهم وانا كنموت ماشي حرام؟ والورثه عندي كيموتوا ماشي حرام؟ كاين الورثه اللي مشاو ماتوا بساكن، كاين اللي ماتوا بالفقصه، ماتوا بالفقصه على ارضهم. واش ماشي حرام احبابي؟ واش ماشي حرام انا نموت ونمشي ونخليها لوحدين اخرين؟ والله العظيم اقسم لكم بالله العلي العظيم الا على هاد الارض تنموت عليها. جدودنا علمونا نموت على ولادنا ولا على بلادنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.